أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية. نبدأ بأهم العناوين. الهيانات القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين يعقد حلقة نقاشية متخصصة في قراءة مصادر تاريخ ثورة العشرين. المدى بغداد وأربيل تستأنفان الحديث عن عودة البيشمركة لكركوك مع تصاعد الخروقات الأمنية. كتابات إعلان نهاية عمر البرلمان العراقي الحالي والتوصل لمزوري الانتخابات. الجزيرة نت، المعارضة تطالب بوقف الانتهاكات بعد انهيار مفاوضات درعا. العربي الجديد، العراق يدخل فترة الفراغ الدستوري. القدس العربي، إصابة 19 في تفجير انتحاري استهدف مخازن صناديق الانتخابات والأغذية في كركوك. أخيرا الحياة، فراغ تشريعي عراقي للمرة الأولى منذ 15 سنة. ألما عاما أصاب العراقيين وهم يتأملون جثث المخطوفين على يد تنظيم الدولة. صدمة الجثث فجرت مشاعر منفلتة كما كل صدمة سابقة، خلفت ضغوطا شعبية سياسية انتهت إلى إعلان حكومة بإعدام عدد من المحكومين بهم، ثم فرق جوهريا بين المحاكمة والإعدام للمذنبين في نطاق قاموس الدولة. أي دولة منذ أن بدأ التعريف وبين تحويل الإعدام إلى مناسبة للتخفيف من الضغوطات ومشاعر الثأر؟ هم لا يفهمون الدولة باعتبارها راعية القصاص القانوني كأداة لإرضاء تعطشهم وإخماد عواطف الثأر المنفلتة. وعلى ذلك كان قرار الإعدام كأنه إرضاء كاف لتلك النزعة الطائفية. لنتذكر معا أن الدولة العراقية بعد صحوتها الجزئية من نكسة الحرب الأهلية 2006-2008 بدت أنها على الطريق الصحيح لمعالجة الأخطاء التي صاحبت بناء مشوها واعتباطيا عام 2003. وحين ذاك كان الحكماء يتحدثون عن ضرورة أن تتم معالجة ذلك الخطأ الأساسي بالعودة إلى آليات العدالة الانتقالية الضرورية. إنها فرصة في متناول اليد، لكن شطحت الدولة الهشة فجأة وانفعلت أمام إجرام منظم انفلت في انفجار مهول لوزارة الخارجية عام 2009 وتفاقم على شكل أيام سود متكررة. جلبت الحزن من جديد وأطلقت الغضب إلى درجة أن نحو 20 عملية عسكرية حملت مصطلح الثأر ومهلت في شكل مريب لظهور تنظيم داعش كنسخة أكثر دموية. لم يكن هناك نية سياسية لتحديث عقد السلطات مع المجتمع، وتم إهمال النصائح بأن العراق في حاجة إلى تسوية كبرى تتيح الإجابة عن الأسئلة المعلقة منذ سنوات حول الدستور والخلافات والصلاحيات والمساواة الاجتماعية وتكريس المواطنة. المعدومون حصرا من محافظات الأنبار والمدن السنية. ويضيف الكاتب بالتأكيد لم يعد بعد رؤية المشانق معلقة مهما، مهما السؤال عن هويات المعدومين ولماذا يكون إعدامهم رد فعل بديلا عن أن يكون سياقا قانونيا واضحا، ولا البحث عما يعيق نظام العدالة في العراق وما يحيط بالمحاكمات وظروفها، ولا ما يتعلق باحترام الدولة وسياقها والحرص على ألا تنهار مرة أخرى. في خبر لافت للنظر نقلته قناة فضائية عن إحدى الصحف العربية أن القضاة التسعة يعانون من مشكلة عدم فهم بعض تفاصيل عملية العد والفرز وغير ذلك لأنهم غير متخصصين بهذه المسألة. أوضح ذلك أحد الوزراء الذي لم يكشف عن اسمه، ومع أن هذا الخبر يعد في حد ذاته مشكلة
إلا أن المعلومة الثانية التي أشار إليها الوزير الغامض في كلامه هي أن تسوية ما تجري لحسم موضوع الانتخابات، وكلمة تسوية كلمة خطيرة جدا، لأنها تعني إرضاء هذا الطرف أو ذاك وإقناعه أن بديل الانتخابات هذا المنصب المهم، بحسب مقال للكاتب نوزات حسن في صحيفة الزمان العراقية. ما أكثر المناصب والمزايا في عراق اليوم؟ استوقفني في الحال وضع هذا البلد وسهولة وضع الحلول، وكأن هذه الطبقة السياسية تعيش وحدها في مكان هي السلطة الحاكمة فيه، وهم الرعايا، لأن إغفال رأي الناس والاستخفاف بوجودهم يعني أن من استلموا السلطة لم يعلموا بعد أنهم بعيدون عن مجال التأريخ، وأنهم ما زالوا في مجال التجارة والربح وعقلية المضاربة. في السياسة توجد مادة حافظة تصون المواقف والإنجازات طازجة دون أن تفسدها التأويلات أو التحامل عليها. أما سياسة اليوم فهي سياسة مكشوفة ومعرضة للتلف، لأن ما نراه وما يجري أمامنا هو كذب واحتيال وصراع نفوذ باسم الطائفة أو القومية أو المذهب، ومنذ أعوام ونحن نغرق بوحل الادعاء والحديث الوطني الذي انتهى بفضيحة الانتخابات الحالية، فيا لها من أيام فارغة من أي معنى. وعلى هذا الأساس لن يصلح أحد من هذا الوضع البائس، وعلى الحكومة أن تقوم بتسوية هادئة لإرضاء البعض، ونظرية النار الهادئة مفيدة جدا لصناعة طبخة على شرف الشعب الذي قاطع أكثره مهزلة الانتخابات. ويضيف الكاتب لنفكر قليلا بأجواء لعبة تشكيل الحكومة، تحالف ينسخ تحالف وموقف ينقلب على موقف، والبعض ينتظر وكأن الغنيمة لم تقترب من اليد حتى هذه اللحظة. مع حلول صباح اليوم الأحد تنتهي أعمال السلطة التشريعية العراقية وفقا للمادة 56 من الدستور التي حددت عمر البرلمان بأربع سنوات غير قابلة للتمديد، وبالتالي يدخل العراق في نفق أزمات سياسية في ظل حكومة ستبقى تمارس أعمالها شكلية من دون صلاحيات تذكر، وعدم وجود برلمان جديد يملأ الفراغ النيابي بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. الواقع السياسي الجديد الذي دخله العراق بعد نهاية عمر السلطة التشريعية سيكون متأزماً، وقال مصدر سياسي عراقي للعربي الجديد يوم الجمعة الماضي إن الجهود الإيرانية نجحت في تقريب وفك مشاكل كثيرة بين الكتل الشيعية، وإن زيارة محمد كوثراني المعروف في العراق بأنه مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني إلى بغداد تأتي لدعم جهود الإيرانيين في هذا الشأن، لا سيما بعد زيارة عدد من القيادات البارزة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نور المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وسياسيون آخرون. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد أزمات سياسية خانقة بعد انتهاء عمر البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. بدوره رأى أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد علاء حسين أن القضاء العراقي سيتحمل المسؤولية الأكبر في المرحلة المقبلة، مؤكداً للعرب الجديد أن عليه النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات والمصادقة على النتائج النهائية، فضلاً عن البت في القوانين المثيرة للجدل التي أصدرها البرلمان المنتهية ولايته. وأضاف أن هناك معركة أخرى ستفتح بعد رفع الحصانة عن بعض النواب. ويضيف التقرير نقلاً عن النواب أن هناك تحذيراً من احتمال استغلال بعض الجهات للأزمات السياسية من أجل إرباك الوضع الأمني، لا سيما أن الحكومة لن تكون قادرة على التصرف وفق صلاحياتها بشكل كامل. لمصلحة من يستخرج نفط البصرة؟ سؤال يطرحه الكاتب طالب عبد العزيز في مقال بصحيفة المدى عن وضع آثار البصرة المأساوي، حيث مشهد اقتلاع الجرافات للنخيل في منطقة شمالي البصرة
فزع سكان المدينة، وكان التنديد بالفعل علامة احتجاج ورفض واضح. ولم يكن رد وزارة النفط الذي قال بالتعويض مقنعا لأحد. هناك قضية أكبر من تعويض الأرض والنخل والبساتين، حتى وإن سلمنا بأن النفط أثمن وهو بمردوده المالي يسهم في إنعاش البلاد وتطوير بنائها الاقتصادي، وما الفعل الذي قام به أحدهم بشق قميص إلا الصورة الحقيقية للمشهد؟ فلا نفط ولا غاز يساوي تجريف نخلة وردم نهر ومن ثم هجرة الناس وإمحاء الحياة في المنطقة. إذا كان النفط نعمة على السكان في مناطق ما من العالم، فهو نقمة على سكان البصرة، إذ أن الأمطار الحامضية التي سقطت شهر مايس الماضي كانت قد أتت على زراعة الخضار فيها، وكانت ردهات المستشفيات قد استقبلت المئات من سكانها من مرضى الربو نتيجة لاختناقهم بالهواء المنبعث من الأرض بفعل اختلاط المطر مع التراب. أما حديث سكان المدينة عن السرطان فلا حاجة لنا بسرده، كل ذلك والنفط هو السبب. هل انتقلت ملايين البراميل المصدرة من نفط البصرة بحياة الناس وطورتهم؟ هل تجد لها تأثيراً في الشارع والسوق والبيوت والمدرسة؟ أبداً. فالحياة من أسوأ إلى أسوأ في كل مفاصلها، والسبب هو النفط. لو عدنا بالزمن إلى ما قبل النفط لوجدنا الحياة أفضل بكثير، فلا أمراض ولا خراب في البيئة، وكان الناس في رغد العيش مما يأتيهم من نخيلهم وأنهارهم، وما سمعنا عن مرض واحد استوطن المدينة. المنتفع الأكبر من النفط ليس أهل البصرة، فقد كان يهرب ويقبض ثمنه قادة الأحزاب والميليشيات، وأمواله تذهب اليوم إلى جيوب اللصوص والسياسيين، ويشتري به أبناء القيادات سيارات الفيراري والفيلل في أمريكا وأوروبا والأردن والخليج. معلوم أنه لا تخلو قطعة أرض في البصرة من نفط، وما حقل السيب الغازي إلا دليل على ذلك، بمعنى أن المدينة عائمة على محيط نفطي غازي. يا ترى هل تعمد الشركات النفطية إلى حفر آبارها فيما تشاء من الأرض؟ بدأت أولى تأثيرات الحملة المنظمة لخفض وقطع مياه الأنهار الآتية من تركيا وإيران على الزراعة العراقية، عندما قلص العراق خطته الزراعية إلى النصف مع إيقاف زراعة محاصيل رئيسية مثل الشلب والذرة بسبب نقص المياه. وحظرت الحكومة العراقية في خطتها الزراعية لهذا الصيف على المزارعين الأرز وبعض المحاصيل المهمة الأخرى التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، نتيجة انخفاض معدلات مياه الأنهار الرئيسية الآتية من تركيا وإيران بحسب تقرير للكاتب مصطفى العبيدي في القدس العربية. وتشير التقارير إلى أن إيران أقدمت منذ سنوات على قطع المياه من أكثر من 45 رافداً وجدولاً موسمياً كانت تغذي الأنهار والأهوار في العراق، أهمها أنهار الكرخة والقارون والطيب والوند وهوشياري ودويريج وكنجان وكنكير وقرتو وهركينة وزرين، وآخرها نهر الزاب الصغير الذي يغذي محافظة السليمانية. ويؤكد الخبراء المعنيون أن العراق يواجه أسوأ أزمة نقص للمياه منذ سنوات، ستكون لها آثار مدمرة على الزراعة فيه، وذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها خفض حصة البلاد من مياه الأنهار الآتية من تركيا وإيران بعد إقامة عدة سدود وتغيير مجرى بعضها، إضافة إلى قلة الأمطار في الشتاء الأخير. كما أدت المعارك مع تنظيم داعش إلى حصول مشاكل في إدارة السدود التي كانت تحت سيطرته، في وقت يبدو فيه أن أزمة نقص المياه هي جزء من تدهور الأوضاع العامة في العراق وعدم وجود حكومة قوية فيه تكون قادرة على إدارة الأزمات بالشكل الصحيح وفرض حقوق البلد المائية المعترف بها دوليا على تركيا وإيران اللتان تستغلان المياه لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية دون التشاور مع الحكومة العراقية. وأكد تقرير صحيفة أن كمية المياه الموجودة في الخزانات والسدود العراقية تكفي للشرب و50% من الزراعة
فقط. الإدارة الأمريكية التي أطلقت مشروع صفقة القرن تتحرك بلا استراتيجية متماسكة، تتخذ مواقف غير متناسقة حتى مع حكومة نتنياهو. ومن يتابع ما يجري على الأرض يجد أن اتفاق أوسلو سقط وفشل، وأن مشروع التسوية عبر المفاوضات الذي تبناه محمود عباس سقط أرضا ولم يعد مطروحا على الأجندة. ويجد أيضا أن الإعلان الأمريكي الخاص باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني واجه عزلة دولية وإقليمية وعربية وإسلامية وفلسطينية وأردنية، بحسب الكاتب منير شفيق في مقال بموقع عربي 21. صحيح أن اندحار الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية سيكون صعبا جدا على الكيان الصهيوني، ولكنه قابل للتحقيق في ظل موازين القوى العالمية والإقليمية والعربية. إن اندلاع انتفاضة شعبية شاملة وسلمية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ولأشهر وبتصميم لا يلين أمر لا تحتمله الأوضاع الدولية والعربية والرأي العام العالمي. من هنا يتوجب أن تتشكل قناعة فلسطينية أولاً بإمكان تحقيق هدفي دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية، وبلا قيد أو شرط وبلا أي إضافة مثل طرح موضوع الدولة الفلسطينية، لأن موضوع الدولة يعني الدخول في حل للقضية الفلسطينية، وسيفرض عليها تعيين حدودها وستتطلب حشد الاعترافات بها، وإلى ما هنالك من إشكالات، فيما حصر الموضوع بهدفي دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات لا يتطلب إقناع أحد بعدالتهما ولا يسمح أن يطلب شيء في المقابل، فالاحتلال لا يجوز أن يكافأ ولا الاستيطان أن يكافأ. طبعا هذان الهدفان يتبعهما فورا إطلاق كل الأسرى وفك حصار القطاع. المشكلة الحقيقية في النهاية الذي تشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني استمرار الاحتلال واستشراء الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية. هذان البعدان هما ما يجب أن تصب الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والعالمية لمواجهتها، فإن هدف دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات عن ومن القدس والضفة الغربية وبلا قيد أو شرط هما الهدفان اللذان يجب أن يركز عليهما، وأن تتشكل أوسع وحدة وطنية فلسطينية شبيهة بالوحدة الفلسطينية التي عبرت عنها الهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة. بعد 15 سنة يعود كوكب المريخ للظهور الساطع في سماء الأرض. إنه اللقاء التاريخي الذي لا يتكرر إلا كل 15 سنة، لقاء يدعو جميع الفلكيين والهواة ومحبي النظر للسماء إلى الاهتمام بهذا الزائر الخفيف الظل. ويعتبر كوكب المريخ أحد الكواكب الأرضية وأبعدها عن الشمس، فهو يملك أرضا صلبة كعطارد والزهرة والأرض، وهو كوكب صغير نسبيا إذ يبلغ قطره 6800 كيلومتر، أي نحو نصف قطر الكرة الأرضية. ويوافق يوم التقابل هذا تاريخ 27 من تموز من عام 2018، وهو التقابل الأعظم بين الكوكبين، إذ إنهما يقتربان كل عامين، لكن المسافة بينهما هذه المرة تنقص حتى تبلغ 57 مليون كيلومتر فقط، وأبعد مسافة له عن الأرض تبلغ 400 مليون كيلومتر حين يصبح في الناحية المقابلة لنا في مداره حول الشمس. ننتقل الآن لمشاهدة صور الكاريكاتور.
في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات ونلتقيكم على خير إن شاء الله.